ماشي اوكي مريم، شو اسمك بس؟ اسم رهف العموش دكتور. رهف العموش، خلاص مريم. شكرا. ايوه بدنا نركز عليه. اول شيء نعرف انواع الكونجنيتال اكثيوزس اللي عديناها في اول المحاضره، تمام؟ اسم المرض، تايب اوف انهيرتنس، مزبوط. الديفكت، الديفكت وين؟ اي شيء له ديفكت، شو الديفكت تبعه؟ اوكي. اونست، اونست متى ببلش؟ اذا لاحظنا شيء ببلش ايرلي، شيء متاخر، ماشي. اسوشيتد بروبلم، في شيء معه كريبتوركيزم، في شيء كذا، في شيء اتوبي، اسوشيتد بروبلمز، ماشي. تايب اوف سكيلز، في شيء ثيك، في شيء ثين. سبيرد اريا، شو الاريا سبيرد؟ مهمات في التشخيص، لما تبحث مريض اذا لقيت عنده فليكتشر سبيرنج بفكر بالسومال دوميننت، فليكتشر سبيرنج والنيك انفولد بفكر بالايش ذا، فيعني سبيرد اريا، تمام؟ بس هذا المطلوب. وانو من هن اللي امبروفد وذ ايج واللي نوت امبروفد. يعني لو عملت لكم قائمه، لو عملت لك تيبل وحطيت الاشياء اللي حكيت فيها بكفي، سواء الامتحان هذا والامتحان اللي بعدين، بيك بتلخص كل محاضره بتيبل واحده. واضح؟ الله يعافيك، نلتقي بعد 10 دقائق ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.